في الاتحاد بدون ارتكاب من الغيابات البارزة لكلا الفريقين. لكن أمامنا على أرضية الملعب خيارات، ويستمر اللعب بلمسة من جانب كونان، حلوة على اليسار خطيرة فيها مساحة، غريب غريب تمريرة لكن عبد الحجازي خاطئة في اليمين، عبد الرحمن غريب لمسة بينية حلوة التحرك بوباكور، ولكن حجازي يا جماعة حجازي يتدخل في توقيت حاسم في اللقطة الماضية. ثلاث مرات نشوف فيها سلطان يتكلم كثير مع الحكم المساعد أو مع حكم اللقاء. طويلة الكرة أمامية، محاولة باتجاه بعد حالة الطرد، وهذا الضغط وهذه التمريرة، هذا السلم خطيرة داخل المنطقة ولكنها عدت من السلم، ضاعت من اللقطة الأخيرة وتحولت إلى الكرة الأخيرة تصبح لمصعد حجاز بعد فقدان طارق حامد أيضا في هذه القمة. طويلة الكرة حجازي، تغيير اتجاه اللاعب على جهة اليمين إلى الآن، يحاول بحث عن كرة عرضية، حجازي في التغطية تعود بعد ذلك إلى غريب جوستافو بتسديد، الحاجز يتدخل حجازي، يتدخل حجازي يبعد الخطر أول بأول، حجازي يبعد غنام للبحث عن كرة عرضية، حمدان في التغطية كرة عرضية لكن حجازي إلى تحرك هجومي طويل الكرة، ترى هدف اقترب في اي لحظه لكن في اي مرمى، هذا هو السؤال. الكره تركها حجازي، كونان مر تمريره لكن حجازي في توقيت حاسم، الحاجز يتدخل امامه بيحاول يمر بلمسه الى كونان، وكونان عرضيه لكن الحاجز يتدخل او ينتظر تحرك بوبكر في المساحه، بالفعل تحرك من جانب بوبكر لكن التغطيه، شوف حجازي ما شاء الله غير عاديه من جانب حجازي اليوم، بدون اي متابعه من مدافعي الاتحاد وكان على اعتاب المرمى، فوت فرصه اخيره على النصر. الكره الى حجازي، حجازي قائد الدفاع عبد الاله العمري بتسديده مباشره الى المرمى، تغطيه دفاعيه.